السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، سنجي على موضوع اسمه Determination of Shearing Stresses in Beams. قد بلشنا به البارحة، عفوا بلشنا به، أخذنا example number 6. هسه نجي على Shearing Stresses Formula اللي هي تاو في كيو اوفر اي تي. طرقنا إلها البارحة على القانون Shearing Stresses تاو اكس واي ان كومن تايمز اوف بيم، صيغة إيجاد أو قانون إجهادات القص في بعض الأنواع الشائعة من العتبات. راح نجي على example 7. The beam has a rectangular cross section and is made of wood having an allowable shear stress tau allowable mod 200 psi. Determine the maximum shear force V that can be developed in the cross section of the beam. Also plot the shear stress variation over the cross section. يعني يقول لك هذا البيم، هذا المقطع مالته، البيم هو مصنوع من الخشب مسلط بإجهاد أقصى إجهاد قص مسموح به مسلط عليه أو يتحمله. هذا البيم 200 بي اس اي، جد قيمة أعلى قوة قص يمكن أن نسلطها على هذا البيم حتى نكون ضمن الـ allowable shearing stresses. وارسم توزيع أو مخطط توزيع إجهاد القص، تغير او تغير جهات القص على طول سكشن البيم. يعني نرسم التوزيع مال جهات القص، مخطط توزيع مال جهات القص على السكشن مال البيم. نجي على البيم، هذا قدامنا المقطع مالته 8 في 12 انش. طلع الاي مالته، بما انه انا سمتركم من ماده واحده، اذا الاي بي اتش كيوب على 12، 8 12 كيوب على 12. طلعنا الاي، النيوترال اكسس مالته يصير بالنص لان المقطع سيمتريك وهوموجينيوس من ماده واحده، يصير بالنص. نطلع الفيرست مومنت اوف اريا، عزم القصور الاول للمساحه يساوي. نطلع، نجي ناخذ نشكل لنا قانون عام لايجاد عزم القصور الاول للمساحه من واصله للنيوترال اكسس لناحيه الماكسيموم. فنشكل قانون عام، معادله عامه، ناخذ العرض ثابت بس التغير بالطول للنيوترال اكسس. النيوترال اكسس موقعه بالنص، اذا 6 على امتداد 6. اذا النزله مال الايرا اللي راح ناخذ لها الفيرست مومنت مالتها ناخذ 6 ناقص واي، كل هذا 6 ناقص واي، هذا منا لهنا واي. حناخذ الداله او المتغير واي برايم بعد سنتر هاي المساحه النيوترال اكسس يساوي 3. 3 شنو؟ 3 زائد نصف واي. 3 زائد نصف واي، منين جبنا 3 زائد نصف واي؟ جبناها من 6 ناقص واي على 2. 6 ناقص واي على 2، نصف في 6 ناقص واي على 2، حتى شنو؟ اطلع بعد سنتر هاي المساحه النيوترال اكسس، بعد سنتر هاي المساحة الواي برايم النيوترال اكسس راح يصير 6 ناقص واي على 2، يعني راح يصير 3 ناقص نصف واي، راح يصير المنتصف منا لهنا. تمام، اني نطلع with respect to y، نطلع هذا اللي راح اشتق قانون بالنسبة لإيجاد first moment of area with respect to y، يعني بدلالة متغير y. تمام، هاخذ منها لهنا يعني من النيوترال اكسس للقاعدة الجو مال هاي المساحة واي، اذا المتبقي كل هذا من فوق لي للنيوترال اكسس 6 6 ناقص واي، هذا ثابت يكون العرض. اذا منتصف المساحة 3 زائد النصف واي، منين جبت 3 زائد النصف واي؟ جبناها منين؟ 6 ناقص واي على 2 راح يوصلني هنا، يعطيني نص، اضيف لها واي، واي زائد 6 ناقص واي على 2، فهمت شلون؟ y زائد 6 ناقص y على 2، 6 ناقص y على 2، يعني هاي اقسمها على 2 واضيف لها y، 6 ناقص y على 2 راح يصير 3 ناقص نصف y، زائد y راح يصير 3 زائد نصف y. جربوها، اطلع عزم المساحة الاول يساوي 6 ناقص y الطول في العرض في 8 area في بعد سنتر عن نيوترال اكسس في 3 زائد النصف واي. تمام، طلع لي بهذا الشكل، شوفوا هاي هو مسوي هنا واي
زائد 6 ناقص واي على 2 اصفيها راح اصب الاخير 3 زائد النصف واي، 3 زائد النصف واي. او يقول لك 6 ناقص نصف في 6 ناقص واي، يعني 6 ناقص نص 6 ناقص واي نفس الشيء، راح توصلك بالنهايه 3 زائد نصف واي. المهم طلع لي المسافه منها لهنا، منها لهنا اطلعها هي تساوي نص هذا، نص هذا الارتفاع 6 ناقص واي على 2، طلعت هذا من هنا اضيف للواي راح يطلع قيمه 3 زائد نصف واي. اضربه في الاريا راح اطلع الفيرست مومنت اوف اريا كيو ماكسيموم مان، تحصل تحسب ات واي ايكوال تو زيرو، يعني بالنيوترال اكسس ات واي ايكوال تو زيرو، اجي اعوض هنا صفر راح تطلع لي بال 4 في 36 144 انش كيوب، يعني هنا انا بعدني ما منطلق. واي ايكوال تو زيرو وين؟ بالنيوترال اكسس، واي تساوي صفر بالنيوترال اكسس. زين ذا ماكسيموم شير ستريس اكيور اوف بوينت and on the neutral axis since Q is maximum and the thickness T equal to 8 inch is constant. وين يحصل عندي أقصى جهات قص؟ يحصل عندي أقصى جهات قص T allowable، يحصل عندي أقصى جهات قص وين؟ يحصل في نقطة حول الـ neutral axis اللي Q مالتها maximum and with thickness 8. الـQ مالتها maximum thickness 8، إذن T allowable equal to V في Qmax على IT. T allowable أجيبه أعوضه 200 لأن هو الـ allowable هو الماكس، هذا يعتبر يساوي V في الـQmax. وين الـQmax؟ يحصل عندي هنا بالنيوترال أكسس 144 حسبته هنا، على الـ I هي وحدة ثابتة للكل، والـ thickness، الـ thickness إيش قد؟ 8 اللي هو العرض. الثيكنس شلون اخذه؟ اخذه من المنطقه اللي راح يصير اخذ بيها تاثير الجهاز القص، اقطع بيها راح اقطع بهذا الثيكنس، اذا الثيكنس هذا 8 تمام. طرفين وسطين راح تطلع قيمه ال في 12800، اقسمها على الف لين باوند، احوله بالكيلو باوند. زين اذا الشير ستريس ديستريبيوشن از ا فانكشن اوف واي از توزيع، هسه نجي نرسم توزيع اجهاد القص. شلون ارسمه؟ الدلالة هاي الصيغة تاو ايكوال تو في كيو اوفر اي تي، الفي اضربه 12.8 في 10 اس 3 تعمل باوند، الكيو اجيب الكيو معادلة الكيو اللي انا حاسبها انزلها جوا، هاي معادلة الكيو. الاي كونستنت، التي كونستنت، طلعت المعادلة. من المعادلة أقدر أرسم بيها توزيع مخطط الشير، أبدي من الصفر وأصعد فوق، ومن الصفر يجاوب السالب، من سالب 6 إلى 6 أعوض هنا، راح تطلع لي قيمة التاو ويطلع لي بهذا الشكل تمام. هسه أريدكم تعيدون حل هذا المثال بأخذ التاو قيمته 400 بي اس اي ونفس الأبعاد، وارسم لي الدايجرام او مخطط توزيع اجهاد القاص، بس نغير بالابعاد، خلينا نغير هنا بمكان 12 15 انش وبمكان 8 10 انش.